زابينغ. نبداو الزابينغ نتاعنا اليوم. قالك فما واحدة عرضته زميلته قرات معاها في صغره، قال لها يا كملت قرايتك شنو وليت توا؟ قالت له انجينيور جيني سيفيل. قالت له وانتي؟ قال انا انجينيور جني الزيتون، تحت شعار في كفي قضبة زيتون وعلى كتفي باك بلس 5، وانا اجني وانا اجني وانا 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 اجني. زابينغ. نمشيو للزابينغ الموالي نتاعنا. قالك في اطار العدوان الاسرائيلي على غزه، بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسيه مع اسرائيل، فنزويلا تعلن اغلاق مكاتب التمثيل الاسرائيلي، ومظاهرات بالالاف في لندن وامريكا، وكل واحد يساهم باللي عنده كل قدير وقدره، حتى العرب هما قاعدين يساهموا زادة، وهما يجريو من مؤتمر لمؤتمر ويتحلفوا يتكتفوا ويتاسفوا، وبعد يجيو في اخر المؤتمر يهدوا اسرائيل. كان ماهيش باش توقف اللي قاعده تعمل فيه، قالوا لها بالله العزيز بالله العزيز سوف نعقد مؤتمر آخر. نمشي للزابينغ الموالي. قالك الدستور التوى الأحضر، وعلى حساب الغيابات المتكررة في المجلس التأسيسي، ما ظهر لي كان باش يحضر لا هو لا حتى الغلاف متاعو، يا إما ماهوش باش يحضر في الوقت ولا بعد الوقت ولا باش يبلطونا فيه. بالرسمي الدستور تونسي عمره ما يجي في الوقت وعمره ما يعطيك صحيح، وديما ياكلك بالكلام، حاسيلو مجلس مسكر ولا دستور مشو. نختموا زابينغ نتاعنا اليوم بالمثل الصيني الشهير اللي يقول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. كي نقلبوه بالتونسي واللي يوجد في الحكومة الشرعية ما لا يوجد في سبيطار منوبة للأمراض العقلية. ولكم التعليق.